سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم. يصيب سرطان القولون والمستقيم بشكل أساسي الأفراد الأكبر سناً. تساهم العديد من العوامل في حدوث سرطان القولون والمستقيم، من بينها على سبيل المثال تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، السمنة والتدخين. معظم حالات سرطان القولون والمستقيم تبدأ على شكل زوائد لحمية، وهي عبارة عن أورام سطحية حميدة وغير سرطانية، وتنمو هذه الأورام ببطء شديد على مدى عدة سنوات، ولكن مع مرور الوقت تتحول بعض من هذه الزوائد اللحمية إلى أورام سرطانية. من أعراض سرطان القولون والمستقيم نزيف مع التبرز، آلام مستمرة في البطن. من بعض النصائح تناول الفواكه والخضروات، يتم عمل خطة علاجية متكاملة لمرضى أورام سرطان القولون والمستقيم، ومن بعض طرق العلاج التدخل الجراحي، العلاج الكيميائي على حسب ما تقتضيه الحالة.